مثال خليعي. حتى وإن اختلف شكل الموقع بعدين بالنسبة للواجهة، إلا إن الحاجات اللي جوه الموقع هتكون بنفس الشكل. طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو هنا هنعمل بس عرض بسيط للمنتجات أنت هتختارها، تمام، وتكتب السعر واسم المنتج، تمام، وهنا لو في إرشادات ولا حاجة هتكتبها، وبعدين العنوان بتاعها. طبعا دي صفحة هبوط مبدئية. اللي يهمنا الشغل نفسه، الدخول دلوقتي باسم مستخدم سيد وكلمة سر 1 2 3. السيد أنا أعطيه صلاحية إدارة. خلينا نبدأ من الأول. هنا بكتب اسم الشخص والاسم كامل وكلمة السر، واختار إن كان إدارة ولا موظف. طبعا كل واحد من دول هيبقى ليه صلاحيات مختلفة. العملاء ببدأ أضيف أسماء العملاء اللي عندي. لو عندي أرقام بكتبها هنا، لو ما عنديش أرقام بسيب الحفل ده فاضي، هو بيجيب أرقامه لوحده. بعد كده تكوين الموردين اللي احنا بنشتري منهم البضاعة، نفس الفكرة بالظبط. المواد للمنتجات بتاعتي لو ليها كود صنف عندي على الأرفف ولا حاجة اكتبه هنا. من ما كانش أبدأ اكتب الايه، اسم الصنف والسعر، سعر الشراء وسعر البيع والملاحظات. طيب ناخد بالنا هنا من سعر الشراء لان ده مهم جدا. طبعا في حالة ما انا بشتري او ببيع او بركب قطعة داخل جهاز او حاجة، بياخد الاسعار دي افتراضي ان انا ما كتبتلوش سعر جديد. طيب سعر الشراء مهم جدا في حساب الأرباح. السعر المكتوب هنا هو من المفترض دايما انك هتحدثه، هتحدثه بالسعر الفعلي دلوقتي، حتى لو ما تمتش عملية شراء أو عملية بيع، لأن السعر ده اللي هيحدد من خلاله الأرباح. في أرباح ممكن تحصل من المشتريات نعمل حسابها، يعني مثلا حاجة سعر الشراء بتاعها دلوقتي 100 وأنت جبتها صفقة مثلا ب 90، فكده إحنا حسبنا أرباح من فاتورة الشراء كمان. فاتورة البيع طبعا هيشوف سعر الشراء المتسجل عنده قد ايه ويحسب منه الربح بتاع فاتورة البيع وكذلك طلب الإصلاح. عندنا المصروفات، بنبوب المصروفات اللي عندنا بيبان عريضة، كهرباء، مياه، مصروفات إيجار، نور، رواتب، سلف، حاجات زي كده. طيب احنا الحمد لله المرة اللي فاتت في المكالمة سجلنا شوية حاجات. عندنا سيد اللي هو مدير النظام، وعملنا مدير نظام الماسة، وفيه روماني وفيه رشاد، دول موظفين، تمام. ده بالنسبة للمستخدمين. عندنا العملاء، ضفنا محلات الماسة ومحل ألو ومحل الأديب. أي حاجة منهم عايز تعدلها تضغط هنا وتبدأ تجيب تعديل. طبعا اللي ما بتعدلش هو الكود بس. تمام، بحث العملاء، الموردين نفس النظام. والمواد في أي وقت بفتح برضك أطلع، يعني من وقت للتاني حضرتك تفتح البحث ده. طيب الصنف ده مثلا سعره اتغير، بروح أعمل تعديل، أقول له مثلا الصنف ده مثلا الوقت بشتريه ب 120 وهبيعه ب 150، عشان الفواتير اللي بعد كده تشتغل على السعر ده. فدايما أركز إن أنا أشتغل على البحث ده اتابعه يعني. تمام، نبدا نقول اول حاجه ان احنا عملنا فاتوره شراء، حتى لو عملناها مثلا من رجب ملاحظات. لو فيه ليها رقم فاتوره اللي هو رقم فاتوره الشراء اللي انا جايبها، اكتب له رقم هنا، اكتب مين اللي جابها، لو في ملاحظات اكتبها. تمام، بعد كده عندنا عايزين نبدا نضيف الاصناف. من بحث عند الاصناف اهو، لو انا كتبت حاجه هنا في البحث، يعني مثلا لو كتبت 8 مثلا، عملت بحث جنب الشاشة ايفون 8، اعمل ادراج على احنا اللي معايا هنا، كمية مثلا وليكن 10، طبعا جاب السعر اللي هو مسجل عنده 100. تمام، ممكن اختار من القايمة واقول له مثلا جبت 20، والفاتورة طبعا انا كده بسجل فاتورة الشراء على الموقع بتاعنا، ففي ايدي المفروض الفاتورة اللي انا مستلم بيها. هقول مثلا ان انا اشتريت دول ب 120، نزل معايا الصرف على السعر اللي انا محدده. دي ارشادات انا كاتبها افتراضي من عندي لو حابب تغيرها. طيب الفاتوره دي لو انا خدت عليها خصم مثلا وليكن 400 وسددت 3000 وسددت 2000 مثلا، خلينا نقول ان احنا سددنا 2000، يبقى كده الفاتوره باقي منها 1000. لاحظ الباقي في الفاتوره 1000. طيب تمام، خلينا نقول الفاتوره ديت نقفلها على كده، فاتوره شحن. طبعا بتسمع معايا على طول في المخزن، أرصدها.
تمام. الصنف اللي مفيش منه رصيد ظاهر معايا برضه عشان يكون الكشف كامل. بس خلينا نعمل فاتورة شيرة من الصنف التاني، فاتورة جديدة من رجب برضه. وهخليها كلها اكل. نعمل فاتورة ثانية ونسددها كامل عشان نبقى عندنا على التلات حالات. خليها من العميل ده. تمام. طبعا خلينا مثلا الفاتورة ديت عايزين نطبعها كنترول بي، ده شكلها في الطبعة. لحظات بس هي كبرت زيادة عن اللزوم لكن مش مشكلة. تمام. عندنا نشوف طبعا الحاجات دي زي ما قلت بتسمع معايا على طول في الأرصدة. فاتورة بيع المحل ده، اختار الصنف، كمية 3، الصنف التاني كمية 7، فاتورة الشراء دي 1800، خلينا نقول خصم 50 وسداد 1000. تمام، اتفضل من الناس 150. طبعا تمام. بعد كده ده الشراء والبيع. طلب صيانة. لو جالي حد من العملاء المسجلين، يعني المحل ده مثلا جاب لي جهاز، ممكن اختار المحل واقول له مثلا استلمته النهارده، والجهاز ده اصلحه امتى مثلا، هيتصلح النهارده، هيتسلم العميل النهارده. الفحص بكتب طبعا، لو حابب اكتب الحاجات اللي فوق هنا اكتبها مش مشكلة، اللي هو اسم العميل مين، رقم التليفون بتاعه هنا، حتى رقم التليفون يكون مهم على أساس هنحتاجه دلوقتي في إرسال رسائل، وسر الجهاز والعطل، التكلفة المبدئية مثلا وليكن 250، المدفوع وده مهم 100. تمام. مين الموظف اللي هيشتغل عليه؟ أنا طبعا سايب كل الناس موظفين. تمام، عملت حفظ كده خلاص اتحفظ. عايز التفاصيل اللي انا سجلتها، لو في ملاحظات اثناء الصيانه اكتبها، ممكن اغير الحاله لاي حاله من الحالات بتاع الجهاز. تمام. الجهاز ده لو اخد، ممكن افتح البحث برضك اجيب اي الشاشه دي مثلا، ركبت له كميه 1 واعمل حفظ، نزلت معايا هنا اهي. طيب نركب شاشه ثانيه وليكن يعني سعر 700 أو سعر 75، نزلتها بقى قيمة إجمالي البضاعة 400، المقدم 100، يبقى الباقي 300. طيب خلينا نقول إن هو سدد 20 دلوقتي. فكرة إن هو ممكن يسدد على أكتر من مرة، يعني مثلا مرة علينا بعدها بفترة كنا ركبنا له حاجة تانية وسدد 50 تانيين. ببدأ إن أنا أحفظ وهو طبعا بيسجل لي هنا في الجدول. طبعا هو هنا بيقول لي اجمالي قد ايه، اجمالي المبلغ المسدد والباقي كام. وتحت التفصيل هنا ممكن ابعت له رساله اس ام اس او اتصل بيه او ابعت له واتساب. طبعا ببعت له على الرقم الايه اللي هو مسجله معايا هنا في الاول. تمام. اي صنف منهم لو مش مظبوط ولا حاجه ممكن اعمل له حسب. طبعا البيانات كلها بتتحدث معايا على التعديل اللي انا عملته. خلينا نضيف صنف كمان. تمام كده فاتورة إذن تحويل. طيب هنا الحالة ممكن أقول مثلا تم الإصلاح، مثلا موجود بالصيانة، أنقله من مستوى لمستوى.
لان العميل بيقدر يشوفه. طب خلينا نعمل رسالة واتساب، طبعا دي الرسالة توصل للعميل برابط. الرابط ده خلينا ناخده كده، الرابط ده بيوصل للعميل، العميل لما يضغط على الرابط بيظهر له بالشكل ده، اسم البيانات، اسم البيانات وكل الشغل اللي اتركب والتكلفة قد ايه. طبعا هظهر الإيصالات كمان عشان هي هنا مش ظاهرة، يعني الإيصالات والمبلغ المتوقع قد ايه. طبعا لما بتنقل من مكان لمكان حاجة الضغط عليه بيظهر هنا عند العميل. حتى لو الجهاز وصل مرحلة التسليم يقدر العميل يعرف من الشاشة دي. سند القبض، القبض بيكون من العملاء، اي عميل استلمت منه مبلغ بكتبه هنا، والصرف للموردين. طيب لو في عمليه عكسيه، مثلا لو انا صرفت من مورد او قبضت من مورد عشان ما اكترش الايصالات، نكتب الرقم بالسالب عشان بس ما كنتش اكتر النماذج يعني. تمام. نروح على التقرير. اول تقرير عندنا تقرير اليومي، كل واحد عمل شغل على البرنامج بيظهر معايا في تقرير اليومي. يعني لو اخترت الوقت سيد بدران هيظهر الشغل كله، لان الشغل ده كله اللي ضايفه للبرنامج سيد بدران. طيب لو قلت له هات لي مثلا واحد تاني مش هيظهر. تمام، دول الاصابات اللي كانوا في طلب الاصلاح عشان المهندس رشدان هو اللي ماسك الصيانه. تمام. نشوف اللي بعده، ده بالنسبه لطلب الاصلاح. طيب خلينا نجيب الكل تاني عشان نشوف ايه الحاجات اللي ظهرت. طيب انا ما عملتش هنا حساب ان هو يعرض الكل مره تانيه. تمام، هنا بيظهر لي السطر الاولاني بيظهر لي فيه الاذن، وبعد كده التفاصيل بتاعته، يعني ده فاتوره الشراء، وهنا الاصناف داخل فاتوره الشراء. نلاحظ هنا ان لو في مكسب او خساره، يعني الصنف ده 2008 ده السعر بتاعه في الفاتوره 120، في حين ان انا مسجله ان سعره 100، في 20 قطعه يبقى انا خسرت كده 400، اشتريت باغلى 400 من السعر المسجل عندي. فاتوره الشراء الثانيه خلاص، فكل بند منها التكلفة 120، المفروض بشتري ب 120 الشاشة دي، إلا إن أنا اشتريتها ب 100 بس، شاري 5 شاشات، يبقى أنا كده عملت فائض 100. فاتورة الشراء اللي بعدها مفيش فيها أرباح، فاتورة البيع كل فاتورة منهم يبقى 3 × 250 ب 750، المفروض ان انا كنت ببيعها ب 100، يبقى كده انا كسبت 450 ارباح، او تكلفتها عليا 100 يبقى 450 ربح. والشاشه الثانيه والاجمالي بتاع الربح بتاع الفاتوره دي قد كده. حابب افتح الفاتوره في اي وقت اضغط هنا فتح، فتح لي الفاتوره. طبعا التقل ده تقل نت بس. وعندي سندات القبض اللي انا سجلتها موجوده معايا تحت. تمام. ده بالنسبه لليوميه. عند حساب الصندوق، حساب الصندوق بيجيب لي جميع المعاملات بس بيشتغل على المدين والدائن. طبعا فاتوره شراء ما كانش فيه عندي رصيد، فبقى الرصيد ناقص 1000. فاتوره الشراء الثانيه ما عندي، فاتوره بيع يعني بعد كده بيحسب الرصيد، بعد كل عملية بيحسب الرصيد. لو كان في شغل امبارح كان هيظهر لي الرصيد السابق. عند حساب مورد، لو فتحت أي مورد هيفتح لي كشف حساب لي الفاتورة رقم كذا، اشتريت منه فاتورة بألاين ب 2350، وبعدين اشتريت فاتورة
500 بقى 2850، سدد له 30 بقى 2820. اي معاملة اقدر افتحها. تمام. العميل نفس النظام، ده فاتورة بيع. ده طلب الإصلاح أهو اللي أنا كنت بدور عليه، طلب إصلاح ب 350، سدد 20 في 50. طيب نلاحظ حاجة، طلب الإصلاح لا يمكن إنهائه إلا بسداد كامل المليونية. نلاحظ حاجة، طلب الإصلاح لا يمكن إغلاقه هنا في الصيانة، تم الإصلاح تمام آخر حاجة. طيب لنفترض إن هو خلاص تم الإصلاح وعليه 280، لازم أسدد ال 280 عشان تظهر معايا حالة تم التسليم، بحيث إن أنا أسلمه للعميل. لازم أقول له إن أنا سلمت ال 250، خلاص بقى كده عندي فيه حالة من الحالات أهي، تم فيه واضح ان كان فيه 30 بس انا ما خدتش بالي منها. تمام. كده الرصيد بقى صفر، اقدر ان انا احول الطلب الى تم التسليم واسلمه للعميل. نلاحظ بقى ان انا بسلمه للعميل ما عادش بقدر اعدل على اي حاجه، حتى الاكس اللي بتحذف الاصناف دي ما عادش، وكذلك ما اقدرش اعدل على اي حاجه في المحتوى. بقى الاذن بالشكل ده. ده بالنسبة لي حساب الصندوق. عندي حساب مورد وعميل وحساب المصروفات، في أي وقت ممكن أي بند من بنود المصروفات. طبعا ما عملناش مصروفات نهائي، مش هيظهر معايا أي معاملات من إدخال، سنة صرف المصروفات، إيجار مثلا، الإيجارات إيجار مثلا 1000، شهر كذا كذا، وعمل حفظ. لو جيت في أي وقت أقول له عايز حساب للمصروفات الإيجارات مثلا وأعمل بحث، هيجيب لي المعاملة. تمام. عندي حساب تفصيلي للأصناف، أي صنف من الأصناف اللي عندي، أقول له مثلا عايز الشاشة دي اعمل لي كارت صنف ليها، إمتى الدخول والخروج، جهة 10 في 20 في 50، كل واحدة وقد إيه رقم الفاتورة، وطلع 3 في 1 في 2، وكل عملية بيقول لي الرصيد بتاعي قد ايه. ده بالنسبة لكارت الصرف. الأرصدة عندي طلبات الإصلاح تظهر هنا، إن أنا أقول له مثلا عايز طلبات الإصلاح من يوم كذا ليوم كذا، اللي حالتها بالورشة مثلا طرف المهندس فلان. تمام. كده هيجيب لي الشغل اللي طرف الشخص ده، اللي النوع بتاعه موجود في الورشة. لو قلت له هات لي الكل مفيش مشكلة، هات رشدان كل الشغل بتاع رشدان. تمام. أرصدة الموردين دي لقطة عن كل الموردين، كل مورد والمبلغ بتاعه قد إيه. لو ضغطت على كشف حساب يفتح لي كشف حساب تفصيلي دي. بالنسبة لي أرصدة العملاء نفس النظام بالظبط، تظهر لكل العملاء المسجلين وكل واحد عليه كام. مصروفات فترة، لو أنا عايز مثلا أشوف مصروفات الشهر ده من تاريخ كذا لتاريخ كذا وأعمل له بحث يجيب لي مصروفات الفترة دي. أرصدة المخزن في أي وقت أعمل جرد منها، مثلا الصنف ده فيه منه 2 بالسالب 2 الصرف بالزيادة، يعني جايب 5 وطلعت 7 في إذن البيع ده. لو رحت فتحته مثلا السبعة دي مش مظبوطة، السبعة ديت مثلا وليكن 2،
أعمل لها حذف وأضيف السنت تاني وأقول مثلا اتنين. طبعا في إمكانية كل موظف إن هو يعمل تغيير كلمة السر بتاعته. خلينا نروح نعمل طلب إصلاح جديد. ونعطيه مثلا لرشدة. تمام. طبعا كده عشان اخش باسم هو رشاد. تمام. رشاد لما يفتح هيلاقي الدنيا بالنسبه لي مختلفه شويه. رشاد انا عامله موظف يقدر ان هو يعمل فاتوره شراء، فاتوره بيع، طلب صيانه، سند صرف، وقبض وصرف من عميل ومورد، ويعمل طلبات اصلاح، ويقدر يغير كلمه السر بتاعته. تمام. خلينا نقول ان هو عمل سند قبض المحل الماسة مبلغ 500، هيسمع معايا هنا أقدر أعمل له تقرير تفصيلي، المهم أنا عايز الشغل اللي عمله رشدان هيجيب لي الشغل بتاعه. طبعا احنا قلنا السيناريوهات القبض دي الأولانية ديت اللي عملها من طلب الإصلاح بتاعه. طبعا الشكل مناسب للتليفونات، لو فتحت من التليفون هيبقى شكله كده. طبعا ما بقدرش اشوف اليومية من هنا. دي اليومية بتاعتنا، لكن طبعا التليفون انا عاملها بشكل بسيط يعني ما تصيرش كل البيانات، لكن اي عملية مثلا نقدر نضغط عليها نفتحها. دي فاتورة الشراء بأسعار. ده كان عرض سريع، وان شاء الله خلال ايام تكون حضرتك ضفت بيانات، واذا في اي ملاحظات بلغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.